من أنا؟ أنا رنا، امرأة تعشق الفضاء والسماء والنجوم والغيوم والطيور المحلقة بحثاً عن القمم. بدأت الكتابة علني أعبر عن وجع روحي، عن أفكاري، عن مشاعري. مشاهدين، رجعنا معكم مع التنين. إن شاء الله يكون صباحنا مفيد لكم ولطيف. شبابيك، رح نفتح شباك الضوء اليوم على موضوع شوي مختلف عما نبحثه عادة في عالم الأدب والرواية والشعر، ولكن رح نضلنا بالجمال والابتكار والإبداع مع الدكتور غسان مراد اللي هو أستاذ في الجامعة اللبنانية واختصاصي الألسنية المعلوماتية. صباح الخير دكتور. صباح الخير لوركا، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، شكرا على الضيافة استضافي. دكتور غسان، إذا بدنا نبلش باختصاصك، نعم، نوضح للمشاهدين اللي عم تابعونا ما هو هذا الاختصاص الألسنية المعلوماتية. هذا اختصاص جديد بيشبه العالم الحديث، نعم، اللي هو بيرتبط بثلاث أمور: هي اللغة اللي هي التعبير عن كل شيء، والتكنولوجيا، شايفين هلا التكنولوجيا موجودة في كل مكان، نعم، والتواصل، كيفية استخدام هذه التكنولوجيا بوسائل التعبير اللي هي اللغة بالشكل الصحيح. نعم. هذا الاختصاص بيجمع إذن بين ثلاث أمور معرفية اللي هن التواصل، علوم اللغة يعني اللسانيات الألسنية، نعم، والمعلوماتية يعني كيفية برمجة، كيفية تحويل هذه اللغة إلى برمجيات. كلنا بنسمع حاليا عن تشات جي بي تي، يعني الناس اللي مندرسهم نحن في مركز علوم اللغة والتواصل في الجامعة اللبنانية بيكون عندهم إمكانيات يعملوا برمجيات بتشبه برمجيات كتشات جي بي تي حاليا، أو الذكاء الاصطناعي اللي بيهتم بحوسبة اللغة. وهذا اختصاص جديد، يعني مش جديد، أنه حديث في الجامعة اللبنانية. قدي حديث دكتور غسان؟ له من وقت اللي جيت أنا من فرنسا عملنا هذا الاختصاص. له حضرتك يعني كمان أنت المؤسسين، أنا اللي فوت هذا الاختصاص على الجامعة اللبنانية. عظيم. ونعمل حاليا على إدخال التكنولوجيا في العلوم الإنسانية، لأنه هذا بعتقد رح نحكي عنه. نعم أكيد. كيف رح يصير ليش هيدا الشيء؟ نعم، شو ضرورته؟ كيف رح يصير بالجامعة اللبنانية؟ وهل في إمكانيات أصلاً؟ إمكانيات هي الإمكانيات معرفية، لأنه وقت اللي بتفوت التكنولوجيا على حياة الإنسان، العلوم الإنسانية تعالج مشاكل الإنسان، نعم، إن كان بالتاريخ، بالجغرافيا، بالفلسفة، بعلم النفس، بالأدب، بالشعر، بالكتابة إلى آخره. نعم. هيدي الإنسان بما أنه بحياته عم يتغير وفاتت التكنولوجيا على حياته، فإذا صار هو بحاجة لنعدل بكيفية تعليم هذه العلوم الإنسانية، لأنه صار في عنا العلم النفس مثلا، صار العلم النفس الرقمي، يعني كنا عم تحكي من شوي كان عن شبكة التواصل وتأثيرها على الأطفال وإلى آخره، صار بدها دراسات في علم النفس تختلف. عم نحكي عن الأدب مثلا والانتحال العلمي وإمكانية السرقة السريعة. عم نحكي عن التاريخ، صار كتابة التاريخ مختلفة. كل هذه الأمور بالعلوم الإنسانية صار بدها نفهم الناس اللي عم يتعلموا تكنولوجيا كيف بدهم يستخدموها في مقاربة هذه العلوم، لأنه اللي بيعمل بالعلوم الإنسانية بيعمل براقب وبيخلق نظريات أكيد بعد التأمل والتبحث إلى آخره. هذه النظريات اختلفت، يعني أنا ما في يعالج تغيرات في الحياة بمفاهيم قديمة، فلازم نخلق مفاهيم جديدة. هذا يعني اللي اسمها الإنسانيات الرقمية، اللي هي ارتباط العلوم الإنسانية اللي عددناهن بالتكنولوجيا نظرا لتغيرات الإنسان في حياته. نعم، وقديها التغيرات عم تصير سريعة على الكوكب كتير، وما عم نلحق اصلا يعني نهضم اللي قبل لنرجع بالضبط نفوت. كيف عم بيصير هذا؟ يعني قد ايه اصلا خطير وقد ايه مفيد؟ ما عم يصير، نحن في مرحلة تخبط بين ثقافة المطبوع والثقافة الرقمية، يعني لنعمل المفاهيم بيكون صار طالع شيء جديد. نعم. فلهذا السبب نحن في حالة سباق دائم مع كيفية تأقلم المفاهيم لدراستها مع التغيرات التقنية، يعني نحن في صراع مع الوقت. أنا كاتب مقال اسمه ديكتاتورية الزمن حاليا، على أساس أنه يعني الزمن أكبر طاغي طلع هو الطاغي. نعم، لأنه صار عايشك بسباق. نعم، لأنه السرعة اللي كتيري، بعدين التكنولوجيا. نعم. من المفترض أن تخفف في عملية أنه الإنسان يروح للتخيل، يروح للتأمل، لكتابة الشعر، ولكن التكنولوجيا كنا نروح على الشغل نشتغل ونرجع على البيت نرتاح، هلأ صرنا نجيب معنا الشغل على البيت. التكنولوجيا كمان يعني بعدين في عملية السبق والكونكيرانس، عملية المضاربة إلى آخره، وأنه لازم الواحد يكون منتج أكثر. كل هذا لها أثر، يعني في إحنا بدنا نعرف شو فينا نعمل بالتكنولوجيا وشو التكنولوجيا
تعمل فينا. نعم. هيدي هي شو بتعمل فينا التكنولوجيا؟ لأنه حسب ما عم نحكي عم نسمع أو عم نقرأ مقالات أو حتى أبحاثك دكتور بتقول إنه نحن رايحين على مطرح الإنسان ببطل أول شيء يتحرك، ببطل كتير له عازة وبينقرض، ولا مش لهالدرجة؟ لا مش لهالدرجة. أنا لما بيصير كل شيء الآلة تحل محله. أنا مش من الناس اللي بيخافوا، يعني هيدا كل الحكي عن الذكاء الاصطناعي وإنه بده يقضي على الوجود، أنا مني معه، أنا مع الطرف الآخر اللي طالما صار بيكتب قصيدة الذكاء الاصطناعي بيكتب قصيدة، بس لا، ما هو الإنسان اللي علمه بده يكتب القصيدة، والإنسان اللي عم يفهم المعنى. لأنه نحن كناس بنفتش دائما عن المعاني، وقت اللي بنعرف حس خلال الدراسات إنه هاي القصيدة كتبها الذكاء الاصطناعي أساسا بنبطل مقتنعين فيها. اللي بيعمل فينا التكنولوجيا هو عملية إذا ما فهمناها للتكنولوجيا بتأثر على تغيير السلوك. نعم. وهذا بيؤدي لمشاكل اللي أنا بسميها مثلا موجودة حاليا على شبكات التواصل، قصة التمظهر الاجتماعي، يعني الظهور الكاذب، يعني بيكون الواحد محترق سلافه بيطلع لكن على شبكات التواصل هو كتير منيح. فهذا بيسميه في العالم هو العالم الهوية الثالثة عند الفرد. والإنسان عنده هويته الشخصية اللي والاجتماعية دي ان اي والاجتماعية وشو الى اخره. نعم. وعنده بتجي من حياته الواقعية، وعنده الاحلام تبعه. نعم. التكنولوجيا وصلت انه هو بده يعيش بعالم ثالث، يعني بده الاحلام اللي بيحلم فيها هو نايم يجيبها، ويجيب كمان من الواقع ويحطها بطريقة بنسميه العالم الثالث، انه صار عم بيعيش بحالة من التكاذب. نعم. على الذات، وهذا التكاذب على الذات بيؤدي لكتير مشاكل، لأنه وقت أنا بعرف حالي خصام بالشخصية أصلا، إيه أنه أنا مني هيك. أيه. يعني أنا شايفيني الناس والحياة هيك. الافتراضية أكدت هذا الشيء طبعا، يعني حطت له مسمار. إيه لهذا السوشيال ميديا بالضبط. نعم، لأنه منعيش حياة غير غير الحياة اللي إحنا فيها. نعم. لهذا السبب لازم نبني يعني كل هذه الدراسات هو توجه لتبسيط العلوم لكي نبني الإنسان المحترس بنسميه بكيفية استخدام. بس مش المتفوق صح؟ الإنسان المتفوق هو ذاته؟ لا، اللي قال عنه نيتشه؟ لا. طيب خلينا نحكي شوي يعني عن العناوين. دهاء شبكات التواصل الاجتماعي وخبايا الذكاء الاصطناعي. الدهاء قصدك هون بالدجل ولا الدهاء يعني الذكاء الايجابي؟ لا لا، الدهاء الايجابي. الدهاء الايجابي انه الانسانيات الرقميه اللي كنا عم نحكي عنها قبل شوي. صحيح. ترويض اللغه وشركه المطبوعات كله يعني من كمان تابع على المطبوعات. اي مرايا التحولات الرقميه كثير على فكره العناوين صعبه، على العناوين صعبة لغير المختصين طبعا. لا، هو هي الإنسانيات الرقمية، هو هيدي السري من الكتب اللي عم نصدرها. هو نتيجة عملي خلال كل هالفترة اللي بعد ما جيت على لبنان. نعم. كلها وكأنها كتاب واحد، يعني بيجي لعندك الشاعر بيكون عنده المجموعة الشعرية، أنا جاي لعندي عندي المجموعة الرقمية التقنية في ايه؟ هذا العالم. نعم. بيعوزون التلميذ كتير، بيعوزون التلميذ لأنه احنا كباحثين بنطرح أسئلة. نعم. والتلاميذ بيحاولوا كمان يساعدوا في كيفية الإجابة عن هذه الأسئلة. أكيد. لأنه الباحث يطرح أسئلة دائما. نعم. هي الأسئلة هي الميثولوجيا. أيه. والأجوبة هي الأيديولوجيا. ونحن ميثولوجيين ولسنا مؤدلجين. غسان، دكتور غسان، الترقيم والتنقيط والإعجام في اللغة العربية. أيه. شو هالعنوان هذا؟ الترقيم والتنقيط والإعجام. وليش رحت عم ترحتيني هلا صح؟ ما خص ولا بعدنا معهم؟ لا لا لا، هيدا من عند لا انا عم بحكي مش الدار النشر، عم بحكي عن العنوان. لا 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 لا، هو يدخل كله ضمن نطاق اللغه. نعم. انا بنحاول نحن كيف بدنا نعمل، كيف بدنا نجزي اللغه نفككها لنستوعبها. الترقيم والتنقيط حلو، هي من الاسس في عمليه تحديد المعاني اللي هو ما انشغل عليها علماء اللغة. علماء اللغة اهتموا كتير بالحكي وتفسير الحكي وبالصرف والنحو والدلالي، ولكن الكتابة بعد تطور التكنولوجيا تغيرت. الكتابة ما عادت تمرق بنفس القنوات الأعضاء الإنسان. الحكي بيمرق من الأوتار الصوتية على التم وفي العصب اللي هو بحركها. الكتابة صارت تمرق من خلال التوجه العصبي للإيد ليصير يكتب. يعني صار في عنا فرق بين الكتابة كمنظومة. نعم. واللغة كمنظومة. فلهذا السبب من المفروض أن نهتم
علامات الترقيم والتنقيط أكيد. وخاصة نحن في مرحلة تعددية الشاشات وهن بيحددوا المعنى أصلا بيحددوا المعنى إضافة إلى ذلك أنه الشاشة الصغيرة التليفون اللي حاملينه كلنا ما عاد بده مطولات صار بده جمل قصيرة فأنا بعتقد أنه مع فترة بعد فترة من الزمن رح يصير في له تأثير على اللغة بمعنى سنتجه إلى كتابة الجمل القصيرة أكثر من الجمل الطويلة بالإضافة إلى ذلك أنه عملية تجزئة النصوص من خلال استخدام النقاط والفواصل وكل الإشارات التانية اللي موجودة هي ترتبط في عملية تجزئة للفهم نحن وقت اللي منجزئ مشان يستوعب القارئ نعم على كل حال هذا موضوع كتير يعني لذيذ احكي فيه انا وبحب وبعرف انه الترقيم والتنقيط بصيروا كلمات كمان بصيروا احرف بصيروا احرف وبصيروا كلمات وبصيروا معنى طبعا لا واوقات حدا بيبعث لك رساله نقطتين مثلا وبقول لي شيء بنقطتين اكيد بدي اشكرك كثير هيك كانت دردشتنا الصباحيه سريعه بس تستحق كل الوقت لنضوي اكثر على شكرا. على اعمالك شكرا لك شكرا جزيلا شكرا. دكتور غسان مراد